حصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد حصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد حصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد من هو واحد النبي محمد واحد هو الله النبي محمد من هم اثنان النبي محمد حسن والحسين النبي محمد حصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيداتي أوانسي سادتي أعزائي النظراء الكرام داخل الوطن وخارج الوطن هذه قناة عبد القادر عبد القادر تصوت وتدور اليوم نحط الرحال بدوار ولاد عامر ونزوروا الهاد الشرف اللي كان في البقاع المقدسة إن شاء الله سيدعينا لنا وهو والوالدة الحاجة لا يدعو بطول مرهم إن شاء الله ويقول قبول الحاج إن شاء الله سيدعينا ويدعي للوطن ويدعي الأحباب وابن عم وخوته ويدعي القناة بن عبد القادر ومعنا المصور الرئيسي سامير بالماضي وكذلك بن عبد القادر تلاتي المصور الثاني الأخ الهاد مساء الخير مساء الخير واشك الحاج لاباس الحمد لله والله لاباس الحاج احنا كل شيء مبارك عليك تبارك فيك وعقوبة عندكم إن شاء الله سعيد إن شاء الله مشكور وهذا المقصود أمين أمين وفتحنا الأهل والأقارب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله معكم الحاج شارف بن هيبة ولد عامر ولد الحاج محمد ولد الله يرحمه إن شاء الله ولد الحاج شارف تاع ولد عامر معكم شو نقول لكم الله يمت ربي كما جيتونا ان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله وترجعنا القبول الله يمت ربي يكون يتقبل منا حجنا ان شاء الله يكون الحج مقبول وسعي مشكور والذنب مغفور وان شاء الله بربي اللي راه متمني في حياته خير ربي يعطيها له واللي يا ربي كما جيتونا في خير ربي نعجوكم في الخير ان شاء الله والله يسجل الجنان ويرفع عنا الوطن والله يحفظ أمة تاعنا إسلامية يا ربي انصر إسلام المسلمين اللهم يا ربي هذه البلاد اللي راهي رفضتنا يا ربي لا تقصدها بشر إن شاء الله اجعلها خير على خير اللهم اجعلها خير على خير اللهم يا ربي اجعلها خير على خير اللهم دمر أعدائها يا رب العالمين اللهم يا ربي دمر أعدائها يا رب العالمين اللهم اجعل كيدهم في نحرهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين واللي راه متمني في حياته خير بخياتي بعمومتي بجواريني بابن عمي بجميع الاقارب انتم من جيتونا ان شاء الله ربي يعطي عشر من امثالها يا رب اللي فيها خير قربها لنا ان شاء الله يا رب اللي فيها قربها لنا يا رب يا رب اللي فيها قربها لنا وبعد علينا الشر اللهم يا رب ما ننساوش ما ننساوش بالاخص ما ننساوش بالاخص اخواننا في فلسطين في غزه اللهم يا رب انصرهم يا رب اللهم انصرهم نصر مؤزر يا رب اللهم ينصرهم نصر مؤزر اللهم اطعمهم واعطهم قوه في قوه اللهم اعطهم نصر الرسول صلى الله كما نصرت رسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصرهم نصر المؤذن يا رب العالمين يا رب انصرهم عن قريب يا ربي اللهم دمر أعداءهم دمر أعداء الدين دمر أعداء الدين دمر أعداء الدين أجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين اللهم زلزل أرض تحت أقدامهم أرنا فيهم يوم الأسود يا رب العالمين أرنا فيهم يوم الأسود اللهم أرنا فيهم يوم الأسود اللهم يا ربي لا قبل ما تخرج هذا الأشهر إن شاء الله شهر الحرم دمرهم يا رب يا رب دمرهم يا رب دمرهم دمرهم يا رب وآلنا في اليوم الأسود وحنا جعلنا يا ربي هذا البلاد الله الله يا ربي يا ربي ما تقصدناش بشر يا ربي جعلها على جيمة في عالمي حفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ونشكرك يا رب العالمين يا رب جعلنا من المقبولين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقبل منا حجنا اللهم يا رب يكون حج مبرور يا ربي سعي مشكور يا ربي ذنب مغفور يا رب اجعلنا مع جوار الرسول صلى الله عليه وسلم الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا آمين والحمد لله.
لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. آمين. بهذه الكلمة الطيبة ولهذه الدعاء إن شاء الله سيكون مقبول. آمين. أتمنى بمشاهدي هذه القناة نشكر الأخ الحاج وكذلك ابن عمي أخوته وولاده والأهل والأحباب وكل من شاهد هذا الفيديو. إن شاء الله أن معنا أخ آخر يدعينا ويكلمنا على هذه الزيارة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي يسر لنا البدايات والحمد لله الذي بلغنا النهايات والحمد لله على التمام والحسن الختام. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق الوالد كريم وأخي الفاضل أنه وفقهم بمنه وفضله أن أدوا مناسك الحج وعادوا إلينا سالمين غانمين مباركين إن شاء الله. وبهذه المناسبة نشكر كل من شاركنا فرحتنا من أهل وأقارب وأحباب. بارك الله فيكم أستاذ ويعطيكم الصحة إن شاء الله. وبهذه المناسبة الفاضلة وبودنا أن ندعو للأمة الإسلامية جمعاء. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نصر لفلسطين وغزة بإذن الله يا رحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. بارك الله فيك أخي الكريم بهذه الكلمة الطيبة والقيمة والمفيدة إن شاء الله. سيدتي أونسي سادتي أعزائي النظارة الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، ها هي حدثتكم قناتنا عبد القادر من دوار أولاد عامر اللي هم لهم مكانة عالية في هذه البلدية أي بلدية عين فارس ولاية المستقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرحمه.